الأميرة الصربية التي أصبحت زوجة السلطان العثماني يلدرم بايزيد، ليتهمها بعض المؤرخون بأنها هي من أفسدته وحطمته وحتى أسكرته. عاشت 12 سنة في حريم بايزيد الأول، وذلك ضمن 4 زوجات أخريات للسلطان، ومع ذلك فإنها لم تسلم ورعت طوال وجودها مصالح بلدها، لتقع في الأخير في الأسر مع زوجها بعد معركة أنقرة. تم إذلالها وأجبرت على خدمة العدو عارية حسب بعض الروايات. عن أوليفيرا ديسبينتا زوجة السلطان يلدرم بايزيد نتحدث، وعنها اليوم سنخصص هذا الفيديو من قناة منارة الثقافة. إذا كنت عزيزي المتابع تشاهدنا لأول مرة، ندعوك طبعا إلى الاشتراك في قناتنا وإلى زيارة موقعنا manartfirdaus.com. ولدت أوليفيرا ديسبينتا سنة 1372، ولقد كانت الابنة الصغرى للملك لازار ملك الصرب، فيما كانت أمها الملكة ميليكا تنحدر من نسل مؤسسي سلالة نيمانجيتش. ولقد كان لأوليفيرا 4 أخوات وشقيقين. وعندما كانت أوليفيرا في 17 من عمرها، وقعت معركة كوسوفو سنة 1389. كانت هذه الحرب بين العثمانيين الراغبين في التوسع وبين الجيوش الصليبية المتكونة من الجيش الصربي والجيش الألباني. اجتمعت الجيوش في حقل كوسوفو، ولقد كان السلطان مراد الأول والد بايزيد يلدرم هو قائد العثمانيين في هذه المعركة. انتصر الجيش العثماني انتصارا ساحقا، إلا أنه فقد سلطانه مراد، حيث قتل هذا السلطان الشهيد في ميدان المعركة. أصبح ابنه بايزيد رأس الدولة العثمانية. أدى هذا الانتصار إلى إخضاع كل دول البلقان تحت الحكم العثماني، ولقد انجر عنه أيضا قبول الصرب بالأمر الواقع ومحاولتهم ربط علاقات جيدة مع السلطان العثماني، فما كان منهم سوى أن زوجوا ابنتهم أوليفيرا من السلطان يلدرم. تم زواج الأميرة الصربية من السلطان مباشرة بعد معركة كوسوفو، ولقد كان طبعا زواجا سياسيا، حيث تم سنة 1389 كتعهد سلام بين الدولتين. انضمت ديسبينتا إلى حريم السلطان بايزيد، ولقد كانت له 3 زوجات أخريات، وهن سلطان خاتون ودولة خاتون وحفصة خاتون. كان لأوليفيرا ديسبينتا تأثير كبير على السلطان بايزيد، ولقد ساعد هذا الأمر شعبها وبلدها على البقاء في وقت كانت فيه الدولة العثمانية الناشئة تطيح بكل الممالك المجاورة قصد التوغل والتوسع. هنالك من المؤرخين من يرى بأن زواج الأميرة من السلطان لم يكن سوى خطة لإفساده وإلهاء، حيث يروي الدكتور أقكوندوس ما يلي حول هذه الحادثة. وقد ذكرت بعض المصادر التاريخية أن السلطان بعد زواجه من ماريا، وهي بنت لازار ملك الصرب واسمها الأصلي ديسبينتا، شرب معها الخمر لمدة قصيرة، وقد يرجع سبب هذا إلى عدم إسلامها أو إلى أسباب أخرى. ويضيف الكاتب حول هذا الموضوع: والخلاصة أن ملك الصرب حاول بواسطة إرسال ابنته إلى السلطان بايزيد تحطيمه من الناحية المعنوية أولا، ثم التسبب في هزيمته في ميدان الحرب ثانيا. وهناك مؤرخون سجلوا أنها نجحت في تحقيق هذه الخطة. تزوج السلطان من هذه المرأة، وليس من المعلوم متى بدأ بشرب الخمر، ولكنه أسرع للتوبة وبنى جامعة أولو جامع في بورصة. وإجمالا أعزائي، فإن هذا هو رأي المؤرخين العثمانيين حول أوليفيرا ديسبينتا. تواصلت حياة أوليفيرا على هذا الحال إلى أن انقلب الأمر رأسا على عقب بعد معركة أنقرة، حيث تمكن الملك المغولي تيمور لينك من أسر السلطان بايزيد يلدرم وزوجته أوليفيرا، وكان ذلك في يوليو سنة 1402. أصبحت قصة أسر أوليفيرا وبايزيد محط اهتمام الكتاب والرسامين والفنانين، حتى اختلطت فيها الحقيقة بالخيال. فيروى مثلا بأن تيمور لينك قد قام بإذلال السلطان بايزيد، فكان يضعه في قفص ويأخذه معه أينما ذهب. يقال أيضا بأنه أذله برؤية زوجته أوليفيرا وهي تعامل كجارية، فتخدم تيمور لينك ورجاله وهي شبه عارية. لم يستطع يلدرم بايزيد وهو السلطان الصاعقة أن يتحمل وضعيته في الأسر، فيروي المؤرخون الغربيون بأنه انتحر، فيما يصر أغلب المؤرخين العثمانيين على أن بايزيد قد مات من القهر، حيث مرض في الأسر وتوفي. وبعد موت السلطان بايزيد الأول،
ندم تيمور لينك على ما فعله به ليأمر بإطلاق سراح زوجته والوفد الذي أسر معها. هكذا عادت الأميرة الصربية إلى مملكة أخيها، ويقال بأنها أصبحت هناك راعية للفن والأدب، وبأنها توفيت بعد سنة 1444، أي أنها عاشت بعد السلطان بايزيد أكثر من 40 عاما. أعزائي، هكذا نكون قد وصلنا إلى آخر هذا الفيديو، نتمنى أن يكون قد أعجبكم، وإلى اللقاء في فيديوهات أخرى. تحياتي، أنا فردوس حافظ الرشيد، إلى اللقاء.